السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مدرستكم مدارس هبة الله. وصلنا إلى قاعدة كان وأخواتها. ما هي قاعدة كان وكيف نعربها؟ وسنعطي عليها الكثير من الأمثلة في درسنا لهذا اليوم. بداية، ما هو تعريف كان وأخواتها؟ كان وأخواتها هي أفعال ناسخة، ناسخة تدخل على المبتدأ والخبر. لاحظ، لا تدخل على فاعل أو مفعول به، تدخل على مبتدأ وخبر، مثل الجو لطيف، الصف نظيف. ترفع المبتدأ، ترفعه، أي يبقى عليه ضمة ويسمى اسمها فيكون اسم كان، وتنصب الخبر، أي يصبح عليه فتحة ويسمى خبرها خبر كان. ما معنى هذا الكلام؟ هذا راح يتبين أكثر في التالي. الآن، ما هي أخوات كان؟ لاحظ، كان، أصبح، أضحى، أمسى، بات، ظل، صار، وليس. هذه أخوات كان. بنلاحظ أن هذه الأفعال ماضية، وقد يأتي منها مضارع مثل يكون، يصبح، يمسي، يبيت، إلا كلمة ليس. ليس لا يأتي منها مضارع، لذا تسمى جامد. جامد أي لا أستطيع أن أشتق منه مضارع ولا أمر، هي فقط تأتي ماضي. تمام. الآن نأخذ هذه الأمثلة. انظر إلى الجمل: الخبر منتشر. لو أضفنا عليها أو أضفنا إلى الجملة فعل من الأفعال الناسخة أو الناقصة، وهو صار، وهو من أخوات كان، كيف الجملة رح تصير؟ صار الخبر منتشرا. لاحظ الآن، المبتدأ بقي مرفوعا وسمي اسم صار، والخبر صار منصوبا ويسمى خبر صار. كذلك الجملة التالية: الجو ماطر. لاحظوا لما ندخل عليها ليس، ليس الجو، لاحظوا المبتدأ هون بقي مرفوعا ويسمى اسم ليس، ماطرا منصوب ويسمى خبر ليس. أيضا التمر موجود في بلادنا، أصبح التمر موجودا، لاحظ الخبر منصوب. الأمر سهل، أمس الأمر سهلا، لاحظ الخبر منصوب. إذن هذه هي أفعال الناقصة: صار، ليس، أصبح، وأمس. وأما أسماءها كلها مرفوعة، اسم أصبح واسم ليس، اسم صار، وكل الخبر منصوب. لاحظ علامة النصب كلها ظاهرة أمامنا على الشاشة. تمام. الآن كيف نعرب كان وأخواتها؟ نأخذ هذا المثال: كان الجو معتدلا. لاحظ، كان تعرب فعل ماض ناسخ ناقص، فعل ماضي ناسخ ناقص. الجو رح تكون أكيد هي اسم كان، وهو الدليل هايها مرفوعة، مرفوع علامة رفعه الضمة. أما معتدلا فهي خبر كان منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. إذن هكذا تعرب: اسم، خبر، لا هذا الفعل. تمام. الآن نأخذ مثال ثاني: صار العالمان معروفين. الآن صار تعرب فعل ماضي ناقص ناسخ، إذن لا تنسى هذا الإعراب. تمام. طبعا هون معلومة حتى من باب التأكيد: يرفع المبتدأ وينصب الخبر. الآن العالمان أكيد رح تكون اسم صار، اسم صار. طيب الآن كيف بدي أرفع اسم صار بما إنها مثنى؟ بما إنها مثنى رح أرفعها هون بالألف، إذن علامة الرفع هون الألف لأنه مثنى. أيضا خبر صار منصوب، لكن لن أنصبه بالفتحة، بما إنه مثنى رح أنصبه بالياء لأنه مثنى. إذن رح ننتبه، إذا كانت مثنى رح تبقى مرفوعة لكن علامة الرفع تختلف، وإذا نصبت تبقى منصوبة لكن علامة النصب تختلف. إذن هذا ما يخص كان وأخواتها. نأخذ المزيد من التمارين في الحصة القادمة. أراكم على خير، وأستودعكم الله.